السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم، ونبارك لكم هذه الأيام، أيام ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، ونحاول أن نقرأ هذه الشخصية من زوايا متعددة في تغطياتنا المستمرة إن شاء الله تعالى في ذكرى ولادة النبي في هذا الأسبوع، أسبوع الوحدة كما يعني أطر وعنون. النبي الأعظم يعني ينظر إليه من زوايا مختلفة ومتعددة، ولكن يعني بالمجمل وفي محصلة الأمر وبالتالي يمكن أن نوجز كل ذلك بقوله المبارك صلى الله عليه وآله: لا يعرف الله إلا أنا وأنت، لعلي عليه السلام، ولا يعرفني إلا الله وأنت. يعني زاوية المعرفة وماهية النبي هي قد تكون يعني أشبه بالمعدمة، والقضية لا يمكن أن نلج إلى شخصية النبي بماهيته، لكن نتحدث عن دائرة الانتماء للنبي، دائرة منظومة القيم، وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صفات القائد، مدى يعني تأسينا بالنبي الأعظم. اليوم نقرأ النبي من حيث نحن، هل أفدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنتجه من قيم ومن سلوك ومن أبعاد إنسانية تدعو إلى السلام والمحبة وإلى صناعة الإنسان، صناعة المجتمع؟ مديات ارتباطنا بالنبي، مديات تأسينا بالنبي، هذا هو سيكون إن شاء الله تعالى محور الحلقة الرئيس، وقضايا أخرى إن شاء الله سنفاتشها مع الضيوف الأكارم جناب الشيخ أحمد الحسناوي والأستاذ في الحوزة العلمية. حياك الله شيخ أحمد، حياك الله عزيزي الدكتور، ونبارك لك هذه الذكرى، وكذلك مع جناب الدكتور صفاء برهان الباحث والأكاديمي. حياك الله دكتور صفاء، مرحبا بك ونبارك لك ذكرى ولادة النبي. حياكم الله وبارك لكم هذا اليوم الكريم. معنا من البصرة جناب الدكتور ثائر العقيلي. دكتور ثائر حياك الله ومرحبا بك ونبارك لك ذكرى ولادة النبي. حياكم الله جناب الدكتور، وأحييك وأبارك لك ولضيفك الكريمين هذه الولادة المباركة الميمونة لنبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. دكتور ثائر، دعني أبدأ مع حضرتك ونأخذ يعني بدءا، نحن نتحدث عن ولادة النبي، فأود أن يعني في المقدمة ما قيمة أن نحتفي بولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكرر التهاني والتبريكات لك أخي العزيز ولضيفيك الكريمين ولجميع متابعي قناتكم المباركة. حياك الله. في الحقيقة الاحتفاء والاستذكار للمولد النبوي الشريف لنبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله يعتبر استذكار لكل القيم ولكل المعاني الإنسانية السامية، بل هو استذكار لرسالة السماء واستذكار لجميع الشرائع السماوية التي بعثت منذ آدم إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وبالتالي هو استذكار للمعاني الحقيقية لمشروع السماء، المشروع الإلهي الذي ابتدأ بآدم كما نوهنا وانتهى بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فضلا عن مرور التخطيط الإلهي بأئمة أهل البيت عليهم السلام ابتداء من أمير المؤمنين وانتهاء بالإمام الثاني عشر الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. إذن نحن عندما نقف في هذا اليوم نقف مع هذا المشروع الإلهي، هذا المشروع النهضوي التربوي الأخلاقي الذي يبني الإنسان ظاهرا وباطنا ويبني جميع القيم، بل يبني المنظومة البشرية، المنظومة الوجودية على اختلاف المساحات الجغرافية وعلى اختلاف اللغات وعلى اختلاف الألوان والمسميات مهما كانت، لأن المشروع الإلهي كان عابرا لهذه المعاني وكان عابرا لهذه المسميات. وأعتقد بأن هناك بعض الإشارات القرآنية الشريفة التي تدلل على هذه المعاني، والتي منها بأنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان رحمة للعالمين وكذلك كان مبعوثا للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الرسالة السماوية السمحاء التي ختمت جميع الديانات التي بعثت بيد الخاتم محمد صلى الله عليه وآله كانت مشروع السماء الإلهي من أجل إنقاذ البشرية ووضع تلك البشرية
على جادة الصواب بجميع المعاني وجميع المنظومة السماوية الإلهية التي أرسلت في مشروع الأنبياء والرسل عليهم أفضل التحايا والسلام. حياك الله دكتور. سأعود إليك جناب الدكتور الشيخ الحسناوي، حياك الله من جديد. والسؤال ذاته لحضرتك يعني في مقدمة الحوار عن هذه الشخصية العظيمة، ما أهمية وما مديات أن نفيد من الاحتفاء والتبريك بولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء كلها ناطقة بحمده وشكره ومنه وفضله، ثم الصلاة والسلام على المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى آله الطاهرين الميامين الهداة أولي المكارم والجود. حيك عزيزي الدكتور ضيفيك الكريمين، وأبارك للعالم الإسلامي والإنساني وبالخصوص إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ميلاد جده خاتم الأنبياء والمرسلين النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكرم الله تبارك وتعالى للأمة بنبي لم يخلق نبي قبله ولا بعده أبدا. هذا النبي الذي خلده الله تبارك وتعالى للأمة لكي يكون منار هداية للعالمين وللبشرية ولإخراجها من الظلمات إلى النور، كما يقول القرآن الكريم عندما أنزل الإنزال الخاص للنبي صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك، الضمير للنبي صلى الله عليه وآله، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك الله تبارك وتعالى بعثه رحمة ليخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد. فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله كان معيارا لكي تكون الأمة بمستوى التحديات التي راهن عليها جبابرة وطواغيت قريش لكي يؤسسوا الوثنية وعبدة الأوثان والبنات، ولكن الله تبارك وتعالى بعث البرزخ الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة ليس فقط للعالمين، وإنما القرآن الكريم أيضا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أي على الأمة إلى حد هذه اللحظة أن تتبع النبي صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنتم تحبون الله، إن شرطية تأتي في موارد التشكيك، فاتبعوني، لم يقل فطيعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله باحتفالنا بهذه المناسبة السعيدة المجيدة نستذكر بها القيم والمبادئ والخلق العظيم الذي وصفه القرآن الكريم لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله، لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما آمنوا إلا ليؤمنوا بالله إلها واحدا. فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله كان بينه برزخ بين الأمة وبين الله تبارك وتعالى. النبي لم يلتقي بالله تبارك وتعالى، وإنما كان هناك برزخ ومحبب إليه وهو جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام. فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله لم ينطلق للأمة من فراغ، وإنما كانت الأوامر الإلهية تأتي عن طريق الكتاب المقدس، حتى أن القرآن الكريم ينزل سورة كاملة في المدينة المنورة وهي سورة باسمه سورة محمد صلى الله عليه وآله، كما يبين لنا القرآن الكريم. فبالتالي عندما نريد أن نتعرف على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هو يعني شخصية مميزة عن الآخرين؟ القرآن الكريم يجيبنا يقول وما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. استفاضة إن شاء الله عند هذا المحور، ونأخذ من منظور قرآني كيف رسم لنا القرآن الكريم شخصية النبي. سأعود إليك جناب الشيخ الدكتور صفاء، يعني كيف يحتفي الذي ينتمي لمنظومة القيم النبوية اليوم بذكرى ولادة النبي؟
طبعا في البدء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ورضوانه على أصحابه الغر الميامين. نبارك المرة الأخرى للإنسانية هذه المناسبة, مناسبة النور, مولد النور رسول الله صلى الله عليه وآله. وشكر للقناة العراقية على هذه الاستضافة الكريمة, ولكم أخي العزيز جناب الشيخ الدكتور جاسم وجناب أخي العزيز جناب الشيخ أحمد ولضيفك الكريم من البصرة الفيحة. الاحتفاء كما هو معلوم يعني سنة اجتماعية عند الخلق, هذا يؤصل القيم, يعيد كما ذكر جناب الأخ من البصرة, يعيد ترتيب القيم ويعيد بناء القيم في الأجيال اللاحقة التي تأتي بعد أن يأتي صاحب الذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما نحتفي به علينا أن نأخذ البعد العاطفي مع البعد التربوي والعقدي الذي غرسه في الأمة. يعني رسول الله حينما أتى إلى هذه الأمة, أمة كانت على الحنيفية البيضاء ملة إبراهيم صلى الله عليه وآله, لكن مساحة الفراغ التي بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين سيدنا إبراهيم مساحة زمنية طويلة فضلا عن المكانية, ولكن لنأتي على المكان الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وآله ليعيد للأمة ثوابتها, للأمة الإنسانية أقصى ثوابتها, ولا سيما أمة العرب. وأنت سيدي تعلم بأن أمة العرب عبارة عن قبائل كان يحكمها معيار القوة, الأمة أو القبيلة القوية تأكل القبيلة الضعيفة. فضلا عن ذلك أنه حدث انقلاب ديني وانقلاب قيمي, أن الحنيفية البيضاء التي كان عليها سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وآله استطاع يعني قبيلة قريش أن تسيسها إلى الدين البشري بعبادة الأوثان, وبقي القليل ممن يمضون على سيرة الحنيفية كآل عبد المطلب في وقتهم, وهو يعني خلاصة آل عبد المطلب رضوان الله عليهم. يجب أن نحتفي حينما نقتدي برسول الله, الاتباع الذي ذكره جناب الشيخ أن اليوم حينما أحتفي بشخصية أليس أنا أعتز بالانتماء إليها, أليس أنا أريد أن أسير على نهجها. فهذا الاحتفاء السلوكي والفكري هو ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله, زراعة الوعي, صناعة الوعي عند الإنسان. يعني قضية الانتقال وتسيد العارفين بأن الشعوب لا تصنع الوعي, وإنما الأفراد والقادة, القادة هم الذين النخبة التي تصنع الوعي. وخلال 23 سنة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مدة الرسالة الإسلامية, استطاع أن ينقل ويحتفي بهذه الأمة, ينقلها بصراحة من الظلمات إلى النور, وهذا احتفاء مهم بها. هو احتفى بالأمة, ومن ثم على الأمة أن تحتفي به حينما ينقلها من الوحشية, من الهمجية, من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان, إلى هذه العدالة التي جسدت بعد استشهاده رضوان السلام الله عليه. كما تعلم أنه هذه المدة استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلق هذا المجتمع, فعلى هذا المجتمع الإسلامي الذي كان في عصر صدر النبوة والذي تمثله أجيال القرن الخامس عشر الهجري الآن الذي نحن نعيشه الآن, عليه أن نذكر هذه المناسبة بأدبياتها, بمضامينها, وطاقاتها التعبيرية, وطاقاتها الاجتماعية, وطاقاتها العقدية التي أرادها رسول الله, وخصوصا الإنسانية, وبرز فيها قائدا ملهما فريدا كما ذكره إدوارد تايلر حينما قال المئة الخالدون قدم رسول الله صلى الله عليه وآله واحتفى به. أنا أوجه هذه الكلمة للمشاهدين الكرام, إدوارد تايلر هو رجل مسيحي قدم الرسول واحتفى به في جامعة أوروبية, وحينما اعترض عليه الحاضرون في تلك القاعة طبعا, والسيد المسيح كان رقم 3 أو 5 وهو مسيحي, ولكن قدم الرسول صلى الله عليه وآله لم يذهب إلى عاطفتي, بل قال إنه الشخص الوحيد في هذه البشرية الذي استطاع أن ينجح دنيويا ودينيا, ولهذا استطاع أن ينجح في النظرية والتطبيق. فعلينا اليوم يعني نتأسى بإدوارد تايلر ونذهب إلى ما ذهب إليه لصناعة الوعي والإنسان في هذا الزمان الذي نحن بحاجة إلى الإنسان. أحسن جناب الدكتور. إذن أنتقل للدكتور ثائر. دكتور ثائر عقيلي, بعد هذه المقدمة بقيمة الاحتفاء بالنبي محمد صلى الله عليه في ذكرى ولادته, أود أن أقف يعني وفقا للمعطيات الواردة في القاموس المحمدي, من المحتفي المقبول عند رسول الله؟ يعني الكل قد يعني يقول أنا أحتفي وأبارك في هذه الولادة الميمونة, لكن في قاموس رسول الله, في قاموس النبي الأعظم, ما المواصفات التي أشر إليها رسول الله ليكون مقبولا لديه؟ نعم, أعتقد في الحقيقة بأنه نحن نعيش حالة من حالات الاضطراب الفكري ما بين النظرية وما بين التطبيق, ما بين
النظرية والتطبيق في البعد الفكري النبوي الشريف للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وما بين معطيات ذلك البعد الفكري التطبيقي في الحقيقة والواقع. وأقصد في هذه العبارة وهذه الكلمات نحن نعيش ما بين الحالة الازدواجية التي أرادها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله منا، والتي أسس لها تماشيا مع ثنائية النبوة وثنائية الرسالة التي بعث بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وما بين الحقيقة والواقع الذي نحن نجد أنفسنا في كثير من الأحيان بعيدين عن الروحية المحمدية والأدبيات المحمدية التي بعث بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأعتقد بأنه الذي ينبغي أن يحتفي ويكون مقبولا في الاحتفاء في المنظومة النبوية الشريفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ذلك المحتفي الاحتفاء البعد النظري والروحي، الجانب العقدي الصحيح والسليم، وبين تلك التطبيقات النظرية الحقيقية الواقعية. وأعتقد بأنه هناك كثير من المفارقات التي نعيشها نحن كمسلمين ما بين ذلك الاحتفاء الحقيقي المحمدي الذي أراده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لنكون أتباعا له في منهجه وسيرته، والذي قال عنه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الخلق العظيم وهذا الاقتداء وهذه الأسوة لمن يريد أن يكون محتفيا كما أراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يجب أن يعيش الواقع النبوي، يجب أن يعيش الواقع المحمدي الأصيل. ومن المؤسف أن نقول بأنه نحن نستذكر النبوة ونستذكر الرسالة ونستذكر هذه القيمة النبوية الشريفة في مناسبات قليلة. وأعتقد الواقع مؤلم ومؤسف، وأعتذر أن أقول ذلك، بأنه نحن لو نزلنا إلى الشارع في كثير من الدول وفي كثير من المناطق الإسلامية التي تدعي الانتماء لهذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية الإنسانية الذي كان بها محمد صلى الله عليه وآله إنسانا قبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون رسولا وقبل أن يكون إماما. وأعتقد بأنه لو سألنا في كثير من المفاصل حول سيرة النبي العطرة نجد بأنه نحن نفتقر إلى كثير من المعاني وكثير من الأسس، بل نجد الكثير منا لا يعرف عن هذه السيرة المباركة وهذه السيرة العطرة إلا القليل القليل. وأعتقد بأنه هناك نوع من أنواع التهميش الفكري والإقصاء الفكري المتعمد لسيرة النبي ليكون المسلمين بعيدا عن هذه السيرة العطرة، وهذه الإشكالية قائمة. وأعتقد بأنه تحتاج إلى منظومة فكرية ومنظومة برامجية واضحة من أجل إعادة الطيف الإسلامي والطيف المسلم على نحو الحقيقة والتطبيق على نحو الجانب النظري والعملي، من أجل أن يرجعوا إلى المنظومة النبوية المحمدية الأصيلة. دكتور أعتقد هذه النقطة نقطة جوهرية. يعني ما أفهمه من حديثك أننا نعيش محمدا صلى الله عليه وسلم اليوم بوصفه زمنا ماضيا، يعني لا نعيش محمدا الحاضر الذي يحضر في سلوكنا في أدبياتنا في نظرنا في مجريات حياتنا بكل تفصيلاتها. يعني هل هذا الوجهة التي تود أن تطرحها؟ طيب إذا كنا نعيش النبي محمد بوصفه زمنا ماضيا، بلي هذا يعني ما أن لنا أن ننتقل بمحمد الماضي إلى محمد الحاضر. أنا لا أريد أن أقول محمد الحاضر ومحمد الماضي صلى الله عليه وآله، على اعتبار محمد لم يكن حاضرا ولم يكن ماضيا. محمد كان عائشا بين ثنائية الوجود، الوجود المحمدي لم يكن ماضيا ولم يكن حاضرا، على اعتبار بأنه الرسالات السماوية إن الدين عند الله والإسلام لم يكن دين آدم وموسى وعيسى دينا يختلف عن دين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من ناحية الجانب العقدي والجانب التنظيري والجانب الأخلاقي والسلوكي والتربوي. نعم قد تختلف التشريعات ما بين الديانة العيسوية والموسوية والمحمدية، ولكن الأسس واحدة على اعتبار بأنه الباعث والمرسل هو المولى سبحانه وتعالى. ما أريد أن أؤكد عليه في هذه الإشارة وفي هذه الإجابة عن هذا السؤال المبارك بأنه أقصد بأنه المحمدية البيضاء، المحمدية الناصعة في سيرتها العطرة وسيرتها المباركة، وإن تلوثت هذه السيرة المباركة على اعتبار بأنه نحن ابتعدنا كثيرا عن فهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم، لأنه أحيانا بأنه نجد صورة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم غير سورة في غير الشخصية المحمدية في السيرة النبوية، بإيجاز بأنه نحن نبعث
ونبحث عن شخصية النبي الأكرم في الحقيقة كما أرادها الله سبحانه وتعالى وكما أرادها أيضا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكذلك كما أرادها الأئمة سلام الله تعالى عليهم، بأنه نحتاج محمد الإنسان ومحمد الرسول ومحمد النبي ومحمد الإمام من أجل إعطائنا من ترشحات هذه العنوانات لهذه الشخصية العظيمة العطرة والمباركة مناهج وبرامج عمل لنكون قبل أن نكون الإنسان المسلم علينا أن نكون الإنسان الحقيقي الاعتبار بأنه الإنسانية الحقيقية الذي إن تجردت عن الملوثات ما هي إلا إنسانية إسلامية يركز عليها الإسلام ويركز عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. دكتور عقيلي، أشرت إلى أن هناك مفارقة يعني وهو بين النبي محمد بوصفه يعني حينما يطرح تأريخا وحينما يطرحه القرآن. أود أن أقف عند بعض من مصاديق المفارقة بين محمد صلى الله عليه وآله حينما يطرحه التأريخ والسرد وبينما يطرحه القرآن الكريم. سأعود إليك جناب الدكتور الشيخ الحسناوي حياك الله من جديد، وأقف عند مفردة الأسوة ومدى التأسي الذي يعيشه المجتمع والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع. يعني هو النبي يشير في حديثه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا الحديث يعني يجعل الكل في دائرة القيادة ودائرة الراعي. كيف تقرأ مديات التأسي من منطلق النص المبارك القرآني ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة التأسي هي منظومة الاقتداء بالسيرة وليس فقط الشخص. السيرة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله تطبيقها وأسقاطها على أرض الواقع العملي منذ زمن رسالته إلى يوم الناس هذا. فبالتالي أنه منظومة التأسي منظومة قيمية، منظومة أخلاقية، منظومة عرفانية روحية، تبعث في نفس الإنسان قيمة معرفة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك القرآن الكريم حينما يقول ولقد كان لكم في رسول الله في أعماله في أفعاله في أقواله أسوة حسنة، شرط لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك أن القرآن الكريم حينما يوجه الأمة أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله ليس بوصفه فقط رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هو الإنسان الكامل الذي زرع الله تبارك وتعالى في شخصيته قيمة المحبة وقيمة السمو والرفعة والتنزه عن موبقات الدنيا وما أثرها في عالم اليوم. لذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم من قومكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هنا النبي صلى الله عليه وآله للإشارة جناب الشيخ، هناك قراءة إحدى القراءات تقرأ من أنفسكم. أحسنتم، جزاكم الله خير من هذا التصحيح، لأن هذه هي قراءة من أنفسكم، جزاكم الله خير يعني تصحيح، هذا قراءة ثانية فاصل علق النفيس. النفس ما هي؟ ويصفها القرآن الكريم يقول النفس هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، في إشارة إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه وأنفسنا وأنفسكم فهذه قضية النفس. فالنبي صلى الله عليه وآله هو من نفس الإنسانية وعزيز عليه الذي يعز على الأمة، يعز على المجتمع، يعز على ما يقترفه المجتمع من موبقات ومن جرائم ومن سلوكيات خاطئة تعكس سلبا على صاحب الرسالة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما يخاطب أصحابه سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر وأمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين يقول أن حياتي خير لكم وحياتك معروفة يا رسول الله، كلك بركة وكلك عطاء وكلك رحمة وكلك سمو وكلك نبل، ومماتي خير لكم. هسه شلون نعرفه؟ يقول لأن أعمالكم تعرض علي في الصباح والمساء، فإذا وجدت بها حسنة حمدت وشكرت الله تبارك وتعالى عليها، وإذا وجدت سيئة استغفرت الله تبارك وتعالى نيابة عنكم. ولذلك القرآن الكريم حينما يقول حريص عليكم، وهو حريص من ذلك الزمان إلى يوم الناس هذا أن يكون حريص على هداية الأمة، هداية البشرية. ولذلك أيضا القرآن الكريم في سورة الشورى آية 13
حينما يعطي القوانين الإلهية للأنبياء وللبشرية على حد سواء، كما بينت في سؤالكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الخطاب يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، والذي أوحينا إليك ما وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين قريش ما تدعوهم إليه، عبدة الأوثان، الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذه قاعدة عامة الله تبارك وتعالى رسمها للأنبياء. كل نبي له دعوة. نوح دعوته من الله على قومه، إبراهيم بطل التوحيد، موسى مع قومه، عيسى مع الحواريين، فكلها دعاة إلى إقامة الدين. فإقامة الدين سيد الكريم علينا الاتباع والتأسي بالقيادة الحقة التي دعا إليها القرآن الكريم ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، لكي تكون أمة مستقيمة سوية قادرة على يعني مجابهة كل أعداء الإسلام وكل شياطين الجن والإنس، وتكون أمة متكاملة، أمة مدنية، أمة متراحمة، متماسكة، متكاتفة. وما حقيقة ما يحصل في الشارع الإسلامي بشكل عام نتيجة عدم فهمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أشاطر ضيفك العزيز دكتور ثائر بأن هناك فجوة عميقة نتيجة الفهم الخاطئ وعدم الفهم، أنا أميل لهذا الرأي الثاني، عدم الفهم أصلا. لماذا؟ لأننا مع الأسف لم نصدر النبي صلى الله عليه وآله شخصية الإنسان الكامل. الغرب وحلفاء الغرب صدروا لنا النبي صلى الله عليه وآله بأنه النبي هو نبي الحروب ونبي الخراب والدمار، وهم يستدلون بأقوال هناك سرديات تاريخية جناب الشيخ، يعني أنتجت الله بها من صورة سلطان. يعني أفاد منها الذي يقرأ التاريخ. يعني أنا يعني مسؤوليتنا اليوم ونحن نتحدث عن هذه الشخصية المباركة في دائرة الإيفاء ولو بنحو يسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي ينبغي على الذي ينتمي لرسول الله أن يقوم به على المستوى المعرفي، على المستوى السلوكي؟ وأنا أتحدث هنا على البعد المؤسسات، يعني المؤسسة الدينية ما الواجب على عاتقها تجاه رسول الله؟ المؤسسة الأكاديمية ما الواجب على عاتقها تجاه رسول الله؟ المؤسسة الثقافية، عموم الناس، يعني الدائرة الشعبوية كذلك، يعني كيف تقرأ هذه الزاوية؟ وهل يعني اتجهنا صوب النفي لرسول الله ولو يعني بالجزء اليسير حقه؟ حقيقة نعترف بالتقصير والقصور في نفس الوقت، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المؤسسة الدينية واجب عليها تعريف شخصية النبي صلى الله عليه وآله، تعريفه شخصية رسالية، شخصية قيادية، شخصية قيمية، أخلاقية، معرفية، أرادها الله تبارك وتعالى لكي يكون النبي صلى الله عليه وآله صاحب خلق عظيم، كما يقول صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونحن نعيش أزمة أخلاق حقيقة في الشارع وفي المجتمع وفي كافة بلدان العربية والإسلامية على حد سواء. النخب الأكاديمية المفكرة عليه، كما يعني أطلقت مثلا مشروع ملتقى العلم والدين، هذا المشروع الذي لو نجح في مع المؤسسة الدينية لأصدرنا رسول الله صلى الله عليه وآله شخصية عالمية، شخصية ممكن أن يستفيد منها أن تستفيد منها الأمة ويستفيد منها المجتمع، حتى المجتمع الجاهل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله. كيف تأثر بالنبي صلى الله عليه وآله؟ تأثر بالسلوكيات سيد الكريم، لم يتأثر بالأقوال، تأثر على مستوى الصلاة، لأن الصلاة هي المؤسسة الوحيدة التي تعرفنا بالنبي صلى الله عليه وآله. قضية مثلا المسجد، من أين بدأ النبي صلى الله عليه وآله؟ بدأ بتأسيس الدولة المدنية، بدأها بالمسجد، فالمسجد هو الذي يغير الإنسان، المسجد هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، المسجد هو الذي تكون شراكة الحياة
رجالا ونساء وشيبا وشبابا على حد سواء، وليس فقط المساجد الكلاسيكية التي مع الأسف أقولها بكل مرارة خالية من الروح وخالية من المحتوى. فالمسجد هو الذي يربي الإنسان عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وعن طريق القرآن الكريم. فالحديث النبوي المتواتر يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، النبي أحد أقطاب هذه العترة، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تفيد التأبيد. فبالتالي أنه المسؤولية كبيرة جدا والمسؤولية شاقة. لذلك يقول القرآن الكريم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبالتالي ملتقى العلم والدين تجمع بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الأكاديمية. وما قناتكم العراقية مشكورا في تغطياتها في شهري محرم وصفر، وهذه التغطية المباركة أحد أخطاب هذه التلاقح الأفكار. فبالتالي نحتاج ديمومة ليس فقط في الجانب الإعلامي، وإنما نحتاجها حتى في المساجد، حتى في المنتديات، حتى في الروابط والهيئات والمؤسسات. يعني أنا حسب معلوماتي هناك مسارات يعني تتجه نحو هذا في هذا الصوب يعني، ومشاريع يعني من المؤسسة قليلة الدينية قليلة جدا عزيزي دكتور، ولا تفي بالغرض المطلوب مع حجم التحديات والخطورة التي نعيشها في الواقع الإسلامي وفي الواقع العربي بشكل عام. دكتور صفاء يعني أشار الشيخ الحسناوي أن النبي طرح سلوكا وتأثر المجتمع بسلوكه، يعني لم يطرح يعني هكذا يعني فهمت، لم يطرح معرفيات عالية وفلسفات عميقة للمجتمع، لا، طرح القضية في بعدها الأخلاقي في منظومة القيم. لذلك وإنك لعلى خلق عظيم، شهد له الله بهذا الخلق العظيم. كيف تقرأ هذه الزاوية يعني؟ وهل كان من مواصفات القيادة النبوية أن تطرح الأفكار بسلوك يسير ومفهم للآخر؟ طبعا عزيزي دكتور جاسم، احنا إذا أريد نعرف القيادة النبوية أو حتى شخصية النبي صلى الله عليه وآله، الدخول الصحيح والأقرب والناجع هو ندخل من القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم أعطى صفات النبي صلى الله عليه وآله، النبي الإنسان والنبي القائد. نعم، والنبي الأب والنبي بكل المواصفات اللي يحتاجها الإنسان. هو حينما صفات القيادة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني الأب راعي بأسرته، الأستاذ راعي مع طلابه، المدير راعي مع الموظفين، رئيس الجمهورية رئيس الوزراء راعي مع وزراء، وهكذا. يعني القضية هناك تكليف، هذا التكليف على الإنسان أن يؤديه. إحنا الآن بصراحة لو ننظر إلى مجتمعنا يا سيدي، أنا أعتقد إحنا في إسلام تراثي وليس في إسلام عملي. كيف يعني؟ مثلا يعني جناب الشيخ قبل قليل حينما كان يتكلم عن الشخصية النبوية رجع إلى الدستور الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله عن السماء، هذه كلمات السماء. هذا برنامج عمل الإنسان حتى في مفرداته اليومية، يعني ليست فقط حينما تكون في مؤسسة أو حينما تكون في مسجد أو حينما تكون في التعامل مع الآخر. نعم. يعني مثلا أعطيك، أنا البارحة كنت أقلب صفحات التواصل الاجتماعي، لاحظت يا أخي إحنا أحيانا الغرب يصل إلى نتائج إحنا إلى الآن لن نصل إليها، أو قد إحنا نعرفها لكن لم نفهمها، أو فهمناها لكن لم نطبقها. وهاي المشكلة في بنية العقل البشري كما ذكرها المرحوم الدكتور محمد عابد الجابري. بنية العقل البشري العقلية العفو العربية آسف جدا عاطفية. نحن الآن سلوكنا عاطفي يعني أعطيك مثال جدا بسيط، إحنا الآن عبارة عن مجتمع عشائري قبلي، ومع اعتزازنا بهذا التكوين ومع اعتزازنا بأصولنا بكذا، لكن في مجتمعاتنا نغلب العرف العشائري أحيانا وكثيرا على قيم القرآن الكريم، على مبادئ الدينية اللي عندنا إحنا الآن. الدية العشائرية معروف وجناب الشيخ يعرفها، الدية عند يعني دينيا تختلف عن الدية الموجودة الآن إحنا في الفصول العشائرية، يعني هناك بون شاسع. لماذا لا نرجع؟ وهاي قضية بها تسامح وبها محبة وبها رفع الكاهل عن الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم خلينا نجسد بعض لقطات جدا قليلة، يعني هو حينما برز كقائد، ليش هي القيادة مسألة بس كلمة نضع أمام الإنسان كلمة قائد وانتهت هي، يعني أعطينا هذا الوسام، لكن حقيقة كان قائد. الرجل صلاة الله عليه وآله في كل تصرفاته، في حتى التصرفات البسيطة، حينما يأتي شخص ويسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مقر القيادة، مقر الحكومة اللي هو مسجد المدينة، يسأل أين محمد، من منكم محمد،
يعني يجدوا يجلس حيث ينتهي المجلس، لا يتصدر الديوان، يعتبر نفسه واحد من هذه الرعية. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان مبدأ الشورى اللي أقره وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، يريد المسلمين والصحابة الكرام أن يشتركون بمشاكل الأمة وفهم التفكير وحلول الأزمة التي يمر بها. لذلك كانت إدارة الأزمات عند الرسول صلى الله عليه وآله كانت جدا عالية. واحدة من هذه الأزمات يعني، وكثيرا ما المجتمعات الإسلامية تمر في أزمات وخصوصا في السلم أو في الحرب، يعني مشاورة سلمان رضوان الله عليه حينما حفر الخندق وكانت الأمة العربية تعرف تقاتل في سهل مفتوح، وحينما هذا الخندق وأتى ووجدوا هذا الشيء لم تعهدوا الذهنية العربية، كان هذا إبداع وكان يعتمد على الكفاءات ويقدمها. سلمان الفارسي رضوان الله عليه ليس عربيا، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا فضل على العربين على أعجمي إلا بالتقوى، وهكذا كان يجسد هذه المعاني القرآنية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اليوم إحنا هاي الشعوب والقبائل ذكرها الله سبحانه وتعالى في ما فرطنا في الكتاب من شيء، والآن هاي شعوبنا وقبائلنا الكريمة اليوم نحتاج العودة إلى هذا القرآن، يكون دستورنا، ينظم حياتنا حتى نكون متبعين الرسول صلى الله عليه وآله، حتى نكون محتفين بالقيم. رسول الله صلى الله عليه وآله صنع القيم، إحنا علينا أن نحتفي بالرسول القدوة، هذا اللي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وأرادته السماء. يعني الآيات الكريمة التي ذكرت قبل قليل، يعني شوف لاحظ إحنا قبل قليل ذكرنا مسألة الوعي وصناعة الإنسان، وهذا الرسول وكل الأنبياء وكل المصلحين بصراحة حتى غير الرسل، أهمية الإنسان هو ميدانهم، لأن إذا صلح الإنسان صلح المجتمع، صلحت المؤسسات. أنا شنو الفائدة عند مؤسسات أجيب لها أرقى أنواع التكنولوجيا، أرقى أنواع الأجهزة، أرقى أنواع وسائل التعليم، لكن أنا أتي يعني مسؤول أو أتي بكفاءة لكن هو مو إنسان بصراحة، وفرق بين الإنسان والجنس البشري. أكو هناك هو عالم أيضا وبنفس الوقت حاكم، وهو الوحيد الآن موجود حاليا، نضرب به مثل حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، يعني في هذا كنموذج تطبيقي جدا جميل. في ندوة حوارية كانت إلى في الجامعة القاسمية اللي أسسها على اسم الأسرة اللي هو ينتمي إليها، سألت الطالبة قالت له من هو القدوة، وإحنا مجتمع قدوة مثل ما معروفين المجتمع العراقي والمجتمعات الإسلامية، نجح القدوة نجح المجتمع، وإن لم ينجح القدوة راح يكون هذا الشيخ شوف الشيخ لكن ما ينفذ، هذا الأستاذ يحكي كلام لكن أمامنا إحنا يظلمنا بالدرس. باختصار قال له من هو القدوة لك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، مباشرة بدون تردد أجاب علي. لماذا اختار علي؟ هو قال ذلك الفتى الذي اكتمل عقله قبل أن يكتمل سنه، يعني قضية الرشد قضية صناعة الوعي، وعلي هو صناعة محمد صلى الله عليه وآله. لاحظ أنه علي شوف ما نظر لإمام، ما نظر لخليفة، ما نظر للصفات الكريمة اللي عندي أمير المؤمنين، بل الخصائص التي خص بها دون غيره. قال ثقافة علي. اليوم يا سيدي احنا اذا اليوم نريد نعيش الاسلام الحقيقي، ننتقل من الاسلام التراثي الذي ورثناه بصراحه عن قبائلنا وعن اسرنا الى الاسلام الثقافي اللي تكلم عنه الدكتور الشيخ سلطان القاسمي حينما اختار علي وقدمه لثقافه علي. طيب لان دكتور. علي طبق المفردات النبويه وهكذا نحن رسول الله في فضاء يعني القياده ومواصفات القائد. حينما نتحدث عن حالة التغيير التي أحدثها النبي محمد صلى الله عليه في المجتمعات آنذاك، المجتمع الجاهلي والانتقال به، يعني لعله من يعني يتسنم مسؤولية وهو واعٍ يدرك يعني مدى يعني حجم صعوبة أن تغير عقائد ناس، أن تغير توجهات ومبادئ وأفكار وانطباعات عند الناس. يعني النبي استطاع أن ينتقل بالمجتمع الجاهلي من جاهليته إلى مراحل أسمى. كيف استطاع النبي أن يغير ذلك بخطوات عملية وبلغة علمية؟ اليوم كيف لي أن أقرأ هذه السيرة النبوية قراءة تتفق وتنسجم مع ما طرحته السماء؟ سأعود إليك جناب الدكتور. دكتور العقيلي، ذكرت أن هناك يعني بون بين ما يطرح على ألسنة التاريخ لوصف النبي محمد صلى الله عليه وآله وبينما يطرحه القرآن الكريم. أود أن أقف عند بعض من هذه المصادق التي تشكل مفارقة مع حضرتك، تفضل جناب الدكتور. نعم، معذرة. في الحقيقة نحن
عندما نعمد إلى عملية استقراء القرآن الكريم ببعض المفردات لكي لا أطيل ونقف على المفردة الأولى هي مفردة الأخلاق، وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ونقف على المفردة الأخرى وهي مفردة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والمفردة الثالثة وما ضل صاحبكم وما غوى، والتي تريد أن تؤسس لنا الجانب الاتزان السلوكي الفكري والشخصي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه المفردات القرآنية الثلاثة، مفردة الأخلاق والرحمة ومفردة الاتزان السلوكي والفكري والنفسي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لو جئنا إلى هذه الانعكاسات وترشحات هذه الانعكاسات في هذه المفردات الثلاثة، ما بين السيرة والتاريخ وما بين الحقيقة والواقع بامتداده القرآني والتاريخي إلى هذه المرحلة التي نعيشها، نجد هناك بونا واضحا وشاسعا ما بين النظرية والتطبيق وما بين الحقيقة القرآنية للشخصية المحمدية التي رسمتها السماء وما بين الشخصية التاريخية والشخصية السيروية إن صح التعبير، وأقصد بها السيرة النبوية التي بدأت منذ سيرة ابن إسحاق المتوفي 151، أو سيرة ابن إسحاق الذي جاء بعد المتوفي 218، أو غيرها من السير كسيرة ابن كثير وغيرها من المصادر التي كتبت في السيرة النبوية. نجد هذه الإسقاطات ما بين هذه الصورة القرآنية وهذه الصورة التاريخية، نجد هناك بونا شاسعا، ونقف على بعض الإشكالية الأساسية قبل أن نشير إلى هذه النقطة الجوهرية وهي المصادق التي خالفت هذه الإشارات القرآنية. نجد بأنه نحن الآن، بل قبل الآن بفترة كبيرة، وربما الواقع الآن في هذه المرحلة يشخص أكثر من غيره من المراحل الأخرى حول الأزمة الفكرية المصدرية التي يرسم من خلالها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أشرتم قبل قليل بأنه الآخر الغربي عندما رسم شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رسمها ما بصرف النظر عن الإنسان المنصف، ذلك الاستشراقي الذي رسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قرآنا أو سيرة أو تاريخا، كان قد اعتمد في قراءة لمدرسة واحدة وهجر المدرسة الأخرى، وأقصد بالمدرسة الأولى هي مدرسة إخواننا أهل السنة والجماعة، وترك المدرسة الشيعية على اعتبار بأنهم إلى فترات قريبة ما قبل الإعلان الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران كان التشيع لم يكن له حضورا واضحا في الفكر الاستشراقي. نعم قد يتعاطى مع الفكر الاستشراقي ولكن ليس بحجم المدرسة السنية، فلذلك كانت مخرجات الاستشراق تختلف حقيقة عن الرؤية الشيعية على اعتبار بأنه محمد الشيعي غير محمد في المدرسة الأخرى. وعندما نحن نستقرأ النبي الأكرم بالأبجديات التي تكلمت عنها، وأقصد بهذه الأبجديات هي المفردات الأخلاق والرحمة والاتزان النفسي في المصادر الأساسية لإخواننا أهل السنة والجماعة، ونقف نحن وإياك مع البخاري ونقف مع مسلم، وكيف كانت معطيات شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكيف رسم محمد صلى الله عليه وآله في هذه المصادر والتي أخرجت لنا شخصية عديمة الأخلاق، شخصية بعيدة عن الحقيقة، شخصية بعيدة عن الاتزان النفسي، شخصية عاشة في الجنس وليجل الجنس. وأعتقد بأنه هذه الأخلاقيات والأدبيات بعيدة جدا، ولو تصفحنا بأنه هناك كثير من الروايات الذي أشار إليه البخاري على سبيل المثال بأنه أحدهم نظر إلى باب أحد المسلمين، بل نظر إلى النبي الأكرم ففقع عينه على سبيل المثال، أو بأنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان لديه الميل الجنسي بأنه كان لا ينام إلا ما بين هذه وتلك. ولا أريد أن أدخل في هذه الإشارة، وربما طيب هذه الإشارة غير لائقة أن أذكرها بخصوص النبي الأكرم، يعني وإن كانت هي حقيقة واقع في المصدرية. هذه الإشكالية أنا عفوا عذر المقاطعة، يعني إذا تحدثنا يعني بنحو تأسيسي كلي، إذا أردنا أن نشذب هذه يعني هذه الأبعاد التي تطرح يعني وتسم النبي بنحو موشوم، يعني ما الإجراء المعرفي الإجراء العملي الذي ينبغي أن نقوم به بوصفنا منتمين إلى الدائرة النبوية المحمدية؟ يعني كيف لنا أن نطرح النبي محمد كما طرحه القرآن الكريم ونلفظ المواصفات الأخرى التي تحاول أن تنتقص من شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ في الحقيقة أنا كباحث كتبت أطروحة عن شخصية النبي الأكرم في القرآن الكريم دراسة تاريخية. أعتقد علينا أن
نترك الموروث الفكري والموروث الديني والموروث الانتمائي الشخصي لمن يريد أن يتعاطى مع هذه الشخصية المباركة المقدسة، ويضع لنا الأساس الأول والأساس المبارك والأساس الإلهي على اعتبار بأنه المتمثل في القرآن الكريم، على اعتبار بأنه هذه القرآن هي مخرجات السماء، مخرجات المولى سبحانه وتعالى الذي أراد أن يرسم لنا شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن علينا أن نضع القرآن الكريم هو الأساس الصحيح والأساس التصحيحي للمسارات الإسقاطية التي رسمتها بعض أقلام التاريخ، وأعتقد بأنه أول من بدأ بعملية كتابة التاريخ الإسلامي هو معاوية في تلك اللجنة التاريخية المعروفة، لجنة معاوية لكتابة التاريخ. منذ ذلك اليوم بدأت عمليات تشويه هذه السيرة العطرة المباركة. إذن علينا أن نقف مع القرآن الكريم وندرس القرآن ونخرج بالسيرة النبوية القرآنية بدون التأريخ، ثم نأتي بعد ذلك إلى دراسة شخصية النبي الأكرم من التأريخ ومن السيرة ومن غيرها من المصادر كمصادر الطبقات والصحاح ومصادر المسانيد، ونبدأ بعملية مقارنة ما بين هذه السيرة القرآنية المحمدية وما بين محمد في غير القرآن، تاريخا كان أو سنة أو مصادر أسانيد أو كتب الشمائل للترمذي والبلاذري وغيرهم وغيرهم من هذه والفتوحات وغيرهم. حتى على الجانب العسكري، من المؤسف عندما نقف مع الجانب العسكري لشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نجد هذه الأبعاد القيادية التي رسمها القرآن الكريم، لا نجد هناك نجد حقيقة لهذه الإسقاطات. حتى في معركة بدر على سبيل المثال، عذرا لهذا الإسهاب، في معركة بدر هذه الآبار التي حفرت وهذه الاختيار المكان الجغرافي سواء كان في بدر أو في أحد وكذلك حتى في الخندق، أنا قبل قليل أشار ضيفك بأنه كانت الإبداعات الفكرية لسلمان رضوان الله عليه في حفر الخندق، أنا لا أؤمن بذلك. نعم التاريخ أشار إلى ذلك، ولكن عندما نرجع إلى الأدبيات التاريخية الصحيحة المقبولة والمتفق عليها، نجد النبي صلى الله عليه وآله هو الذي كان من أشار على المسلمين البقاء في داخل المدينة. أعود، عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد القرآن هو القرآن الكريم الذي يرسم لنا المسارات الحقيقية، المسارات التي لم تشوه سيرة النبي الأكرم. من المؤسف جدا بأنه نحن المسلمين تكلمنا عن النبي الأكرم نبويا من حيث التاريخ والسيرة وتركنا محمد القرآني، وهذه الإشكالات وهذه الترشحات، وأعتقد بأنه من المعضلات ومن الإشكالات الأساسية التي خرجت لنا محمد صلى الله عليه وآله بهذه الصورة السلبية التي خرجت لنا داعش، الذي عندما يريد أن يتكلم يضع السيرة النبوية أساسا، والذي يضع تلك الرواية البائسة الرواية الخاوية عندما نقف معها على طاولة النقاش، الذي يقول ما بعثت إلا بالقتل، ما بعثت إلا بالسيف. فهذه الأدبيات التي نجدها في السيرة ترشحت وأعطت لنا هذه المعطيات التي كانت وليدتها داعش وأخواتها. دكتور العقيلي، أشرت يعني حضرتك إلى أنك كتبت أطروحة في شخصية النبي يعني تاريخيا من منظور قرآني. أنا الحقيقة يعني أود أن أستثمر يعني ما طرحته ما يعني كتبته، وأكيد هذه الأطروحة يعني نوقشت وأخذت بعدا علميا، فأود أن يعني أقف مع حضرتك يعني بلغة علمية لنفيد أنا وال يعني المشاهد الكريم أبرز النتائج التي توصل لها بحثك في سمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. سأعود إليك جناب الدكتور الشيخ الحسناوي حياك الله من جديد، وأقف عند زوايا أخرى طرحها القرآن الكريم ضمن دائرة منظومة القيم للحديث عن أن نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. نعم، القرآن الكريم حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وأعطاه سمة خاصة به صلى الله عليه وآله، يقول وإنك لعلى خلق عظيم، لم يقل وإنك لعلى أخلاق، لأن يعني الأخلاق كانت موجودة حتى في المجتمع الجاهلي، وقال إنك لعلى خلق عظيم، الخلق عظيم وصفه بالعظيم بهذا الوصف الجميل الراقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله ماذا انتقل؟ انتقل إلى مرحلة أعلى وأسمى وأنبل إلى الأمة، ليس له، لأنه هو الخلق العظيم. يقول صلى الله عليه وآله إنما أداة حصر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لم يقل بعثت لأتمم الأخلاق، لأن الأخلاق كانت موجودة. حتى اليوم إحنا كمسلمين عندما نمشي في الطرقات وفي الشوارع ونرى حجر أو صخرة أو أجلكم الله القمامة في مكانها الغير مناسب ونضعها في المكان المناسب،
هذه ناتجة من دكتور؟ ناتجة عن الأخلاق، ناتجة عن الأخلاق العملية وليست الأخلاق النظرية والأخلاق التي نعبر عنها بلقلقة النساء. فبالتالي أن منظومة الأخلاق هي منظومة عملية متكاملة لسير مسيرة الإنسان نحو الصلاح ونحو الخير ونحو العدل الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله، بل أرادته السماء للنبي صلى الله عليه وآله لكي يكون رحمة مهداة، كما هو يقول إنما بعثت رحمة مهداة. ولذلك القرآن الكريم أيضا يعطي ضابطة للأمة، يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ماذا يشير القرآن في هذا؟ يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما يصدر من كل أفعال وأقوال، لأننا نعلم أن قول النبي إقراره إمضاؤه حج على جميع البشرية وعلى جميع الخلق الإنسانية. فبالتالي أننا مأمورون إلى حد هذه اللحظة باتباعنا للنبي صلى الله عليه وآله وما غرسه لنا من قيم ومن أهداف ومن مبادئ أرادها النبي صلى الله عليه وآله منا، لكي نكون النبي صلى الله عليه وآله حاضرا في نفوسنا وضمائرنا وقيمنا. وأعطي دليلا واحدا من واقعنا العملي، نحن يوميا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال الصلوات اليومية الخمسة التي نؤديها لربنا تبارك وتعالى. في آخر ركن من الصلاة لا يجوز لنا أن نخرج من الصلاة إلا أن نصلي ونسلم ونمجد على أشرف وأنبل المخلوقات على وجه الكرة الأرضية، حينما يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، التوحيد والنبي وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا ولا ولا، كيف نصلي ونسلم ونبارك عليه؟ إذن النبي موجود. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. أحسنتم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في عالم الروح هو موجود، في عالم الوجدان، في عالم كل المخلوقات النبي صلى الله عليه وآله، لأنه النبي كما يعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبيبا دوارا بطبه، أي معالج لأمراض الأمة، الأمراض ليس فقط الأمراض النفسية وإنما الأمراض المعنوية التي الأمة لم تعرف حقيقة النبي صلى الله عليه وآله، الذي حقيقة يصفه أحد الباحثين بالإنسان الكامل وسر الوجود، لأن سر الوجود بحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وإنسانية النبي صلى الله عليه وآله، كما يقول القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك أن القرآن الكريم يقول ولقد كان لكم في رسول الله في أعماله في أقواله أسوة حسنة. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إني كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وآله أثر الفصيل، أي أثر الاتباع، أي أثر الاتباع، وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك من هنا نحتاج إلى التقدم بخطوات عملية وما يريده القرآن الكريم منا كمسلمين لأن نتبع النبي صلى الله عليه وآله، ليس فقط اتباعا شخصيا وإنما اتباعا قياديا كما وصفه جناب الدكتور البرهان. فبالتالي نحتاج حقيقة إلى أن نستفيد من مناسبات النبي صلى الله عليه وآله، يعني منذ مثلا في 28 من صفر إلى مثلاً السابع عشر من ربيع الأول، أن تكون كلها في رحاب النبي صلى الله عليه وآله. حقيقة يعني نحتاج إلى أن يكون لنا برنامج خاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس فقط طرحاً كلاسيكياً تقليدياً روتينياً، لا، وإنما نحتاج إلى منظومة النبي صلى الله عليه وآله، منظومة على مستوى الاجتماع، على مستوى السلوك، على مستوى الفكر، على مستوى البعد السلوكي، البعد المعرفي، البعد القيمي، البعد الأخلاقي، والبعد العرفاني. دعني أقف يعني عند المضمون العقدي الذي تطرحه، الآية المباركة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. دائرة أن ينصر النبي ويمهد له من آدم عليه السلام إلى يعني آخر نبي قبل النبي محمد،
يعني كيف تقرأ البعد العقائدي الضامر في هذا النص القرآني؟ سأعود إليك جناب الشيخ. مشاهدي الأكارم، نقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم، كونوا منتظرين. ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه، وعرف عدوه فعصاه، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، ولكن الله يفعل ما يريد. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلب القرآن. بين منطق لا إكراه الإسلامي ومنطق الإكراه الداعشي، يكمن الفرق بين الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام المزيف. الأول يرفع قدرك في الإسلام والإنسانية والحب والسلام، والثاني يحد السيف في رقبتك. لا إكراه، برنامج يبحث في المناطق الرخوة ضمن تراثنا الإسلامي التي يتكئ عليها داعش. لا إكراه مع الدكتور ناجي الفتلاوي. قال الإمام الحسين عليه السلام: إن العزة والغنى خرجا يجولان، فلقي التوكل فاستوطنا. قالت الحواريون لعيسى: من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرغبكم الآخرة عمله. إن الدين عند الله الإسلام، فضاءات الإسلام الرحبة تتسع للإنسانية جمعا. Thank you.
مرحبا بكم من جديد مشاهدي الأكارم، ونجدد التبريكات بذكرى ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. وما زال الحديث عن هذه الشخصية بوصفها أسوة وقدوة لنا. توقفنا مع جناب دكتور صفاء برهان، حياك الله دكتور من جديد. حياكم الله دكتور. وتوقفنا عند الانتقال، يعني كيف أحدث النبي هذه النقلة النوعية للمجتمع الجاهلي إلى مستويات أرقى وأعلى. ما الإجراءات التي رسخ بها النبي الهوية، جعل الجذر للهوية الإسلامية؟ هذا يدعونا إلى قضية مهمة جدا، منذ أن خلق الله البشرية إلى هذه اللحظة نتكلم عليها، حتمية القيادة في المجتمعات. حتمية القيادة تقسم إلى ثلاث محاور: الأولى ما كيف يكون القائد، الأخرى صفات القائد، الثالثة تأثير القائد. وإلا الانتقال من مجتمع متوحش كان ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وإلى هذا المجتمع الراقي الذي أصدر وثيقة المدينة، هذه الوثيقة التي مجدتها الأمم المتحدة وجدتها أفضل ما كتب في حقوق الإنسان مع رسالة الحقوق لحفيده زين العابدين عليه السلام، مع ما قدمها أمير المؤمنين عليه السلام. هذا لا يعني لا يمكن أن يتم إلا بقائد بمعنى الكلمة. أولا خلنا نأتي يا سيدي الجليل نعرف كيف يأتي القائد. هناك نظريتان تتحدثان عن القائد ووجود القائد وكيف يمكن أن نتحصل على قائد. الأولى النظرية القديمة التي تسمى بالنظرية الإغريقية، وهذه النظرية الإغريقية ملخصها بأن القائد يولد من سلالة قادة، يعني الحاكم الإغريقي، القيادة تورث، يعني تورث الوراثة بالضبط. هو سليل لسلالة حكمت بيزنطة واستمرت تحكم نصف العالم، لذلك ادعوا هم نصف إله الحاكم عندهم. وهكذا هذه النظرية تقول بأنه الجينات هي من تؤثر في ولادة أتمن، هذه موجودة إلى هذه اللحظة. كيف؟ في السلالات الملائكية الملوك الموجودين الآن، الملك ابنه يكون أمير ويرث من عنده الملك، والعشائرية موجودة عندنا في القبائل أن الشيخ ابنه يكون شيخ، وهذه طبعا لها مصداقية كبيرة لأن الجينات كما ثبت علميا تؤثر في انتقال الصفات الإيجابية والسلبية الموجودة عندنا. حينما نطبقها على رسول الله صلى الله عليه وآله نجده ولد في أشرف بيت من بيوتات العرب وبيوتات القيادة التي قادت القبائل العربية والتي كرمت بأن نزلت لغة القرآن على لغة قريش. أبوه وإن لم يدركه لكن ترعرع في حضن الجد عبد المطلب سيد مكة وسيد العرب في وقته، وكان قائد الأمة في هذاك الوقت. كذلك نلحظ بأنه بعده هاشم الذي استطاع أن يدير أزمات كثيرة في البيت الحرام ويدير أزمات المجتمعات العربية، واستنى رحلة الشتاء والصيف حتى دفن في غزة، يعني ومدح حينما مرت الأمة العربية في أزمة من أجدد عمرو العلا، واسم هاشم هو عمرو العلا، هشم الثريد لقومه وأهل مكة مسنتون عجافه، يعني كان المجتمع المكي ينتظر ماذا يريده، ماذا سيفعل هاشم في هذه الأزمة الخطيرة التي ربما ستهلكهم. ولهذا كرر هذا النموذج في القائد محمد حينما كان طفلا. يعني تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله في أيام هدمت الكعبة وإعادة بنائها وأرادوا أن يرفعون الحجر الأسود، والقبائل العربية تنازعت، أو القبائل القرشية تنازعت، يعني بني عبد الدار وبني مخزوم وبني هاشم من ينال الشرف أن يضع هذا الحجر الأسود، كل قال لي وربما سيحدث يعني احتدام وصراع، ولكن رسول الله بقيادته وفطرته التي ورثها من أجداده كما قلنا قبل قليل كان سلام الله عليه قال ليأخذ بكل منكم بعد أن أتى بقماش بطرف هذا القماش ويرفعه، وكان حلا لم تدركه هذه القبائل. هذه القائد الذي ولد قائدا، رسول الله ولد قائدا، والأخرى كما ذكرنا يصنع القائد، المدرسة الأخرى، وهذه المدرسة التي الآن هي المتسيدة، وحاليا نلاحظ لها نماذج كثيرة في أمريكا في فرنسا. يعني أعطي يعني يأخذ دائرة الاكتساب، أحسن يعني بالتدريب بالتنمية بالضبط. يعني الآن القادة الموجودين في فرنسا ومنهم ماكرون هذا دخل مدرسة صناعة القادة، في أمريكا موجودة هكذا شيء. ومع هذا المدرستين الموجودات البشرية هناك مدرسة إلهية كانت تحفظ هذا القائد العظيم، قائد البشرية، واختصرته وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يدعونا إلى الانتقال إلى صفات القائد. الآن إحنا بسيدي الجليل أنا لا أتحدث عن محمد الرسول صلى الله عليه وآله، أتحدث عن محمد الإنسان ليكون أسوة وقدوة لنا. نعم، يعني تشير إلى أنه يعني صفات يطرح النبي
في البعد البشري إذا قرئ النبي قراءة بشرية يعني بمعزل عن المدد السماوي والروحي حتى نتكلم مع الوصول إلى نتائج يعني بالضبط نتائج نتكلم مع غير المسلم نتكلم مع الملحد لأنه يفهم هذه اللغة لا نتكلم معه اللغة هو لا يؤمن بها نحن الآن نؤمن بأن القرآن لكل زمان ومكان محمد لكل زمان ومكان أولا هناك خصائص في الرسول أولا الخلق العظيم هو هذا الخلق أنت ما ممكن يا سيد الجليل أن تؤثر في الآخر وهذا التأثير قدرة في الآخر تسمى الكاريزما اللي يدعو إليها علماء التنمية البشرية واللي نجاح هذا الإنسان كل إنسان 85% يعتمد على كاريزمته و15% على ما يمتلك من خصائص لا يمكن أن تؤثر إذا لم يكن عندك أنه أولا تعودهم على الطاعة تعود الأتباع على الطاعة ولذلك كل الذين كانوا مع رسول الله مطيعين له صحابته الكرام وأهل بيته ثانيا مع هذه الطاعة شوف الرسول صلى الله عليه وآله كان مسألة جدا مهمة وهي أنه يرسم السياسات العامة لما يقوم به أو ما يمر على المسلمين ويترك الخيارات هذا ايش راح يحصل وهي مسألة جدا مهمة يعني كل من يريد أن يكون يحتذي بالرسول قائد في كل مكان القائد الأف في أسرته والقائد في دولته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هذا يعود على روح الانتماء يعني حينما القائد يترك لي يعني أنه يحببني به والرسول صلى الله عليه وآله حينما نجح اعتمد على ركيزتين الأولى الحب وما الدين إلى الحب كما قال سيدنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام حينما سئل على الدين قال وما الدين إلى الحب فأنا اليوم أنا إذا ما أحب الرسول أنا ما أطيعه أنا اليوم إذا ما أحب الأستاذ مالتي حتى ما أدخل للقاعة مالته وأسمع محاضراتي أنا اليوم إذا ما أحب هذا الجهة أو هذه الجهة ما أكون إلي التماء لها الثانية الإخلاص عملنا والرسول صلى الله عليه وآله في مكة قبل قليل حينما كان يريد إخلاصه في العمل استطاع أن ينزع فتيل الأزمة عند قبائل قريش وأيضا حينما كان حتى مع القرشيين بصراحة حينما أتى تلاحظ اللقطة الكريمة حينما انتصر بعد التي واللتية وبعد ما قال ما أذين بي مثل ما أذيت وبعد ما كان يفعل بي يعني القرشيون تعرف يعني في أيام مكة وبعد أن غادر مكة يعني نال ما نال من الظلم ومن الاضطهاد الكثير الكثير ولكن حينما فتح مكة شوف القرشيين يعرفوه هذا الطفل ويعرفوه الشاب ويعرفوه هذا الرجل العظيم ويعرفوه هذا حينما دخل مرحلة 63 سنة قال لهم بسؤال يسمى تجاهل العارف هاي المحبة اللي نحتاجها والإخلاص قال لهم ما تظنون إني فاعل بكم طبعا هذا السؤال اللي خلنا نقف عدنا نفكك أستاذ الجليل أحسنت يعني أجابوا بإجابة يعرفون من هو يعرفون هذا الرجل شنو هذا الرجل طاقة المحبة العدة ما يزرع من عنده شر هذا الرجل حينما يصل إلى السلطة لا يتصرف بأنه رجل سلطة لا بل يتصرف بقائد والقائد هو اللي دائما يكون قريب مع الناس كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية تطبقها قالوا له هذه العبارة أخ كريم وابن أخ كريم يعرفون أصله ويعرفون من أي بيت أتى قال لهم اذهبوا فإنكم الطلقاء ولهذا تلاحظ هذه القيادة نحن نحتاجها لأن هذا ما ردوا إليه في يوم كربلاء والحسين حاضر معنا حتى قال الشاعر حينما الحيصبيس تعرفوا هذا الشاعر المتأخر في القرون المتأخرة حينما ذات يوم أحد سأل أمير المؤمنين وجده بالحلم كان دائما يتساءل يقول له في يوم قريش فتح مكة أطلقتموهم ولكن يوم ما ردوا الدين لكم يوم عاشوراء يعني قتلوا أحفادكم قال تجد الجواب عند الحيصبيس هذا الشاعر يقول أنا ذهبت إلى صباحا طرقت بابه قال له السلام عليكم السلام قال له أنا البارحة شفت أمير المؤمنين عليه السلام ما هكذا حدث شنو قال الجواب عند الحيصبيس بكى قال أنا البارحة نظمت ثلاثة أبيات مشهورة لا بأس بإعادتها للتذكر قال وما هذه الأبيات قال شوف أهل البيت عليهم السلام وأعظم رجل في أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا كانوا طاقة المحبة التسامح مع الآخر التعايش مع الآخر التفاعل مع الآخر حتى يكون مجتمع بطمأنينة واستقرار وهذا نحتاجه في كل زمان يعني هذه الأبيات تلخص ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله كل المجتمعات الإنسانية مو فقط مجتمعه هو قال الحيصبيس قلت ملكنا فكان العدل منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسارى نعفو ونصفحوا فحسبنا هذا التناقض بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح يا أخي تشرشل من أراد أن يعود ببريطانيا العظمى بعد أن نالت من هتلر ما نالت تعرف هتلر احتلها واحتل باريس وغيرها
أتى المستشارين إلى فسألوه، إحنا الآن ذكرنا العدل وعدل رسول الله صلى الله عليه وآله مشهور، قال أسألكم عن مؤسستين إن لم يصل لهم الفساد فستعود بريطانيا عظمى من جديد، قالوا وما هما؟ قال التعليم والقضاء. فعلى هذا الأساس رسول الله المعلم، رسول الله الذي كان يحكم بالعدل، رسول الله الذي نحتاجه قائدنا اليوم، بماذا نحتاجه؟ بصناعة القيم التي أرساها لنا في القرآن والسنة النبوية الشريفة. اليوم أنا أحب الرسول، ما كل يوم نختلف على حب الرسول صلى الله عليه وآله، لكن هذا الحب اللي عندنا مساحة على مستوى العاطفة انتقل على مستوى العمل، مو العاطفة القلب يتقلب يا سيدي، ولذلك سمي قلب، ولكن إذا على مستوى العمل يجب أنا أكون مطيع له كما ذكرنا قبل قليل، زرع الطاعة في أتباعه، يعني حتى بلغت القلوب الحناجر يوم حنين ويوم أحد حينما كان بقي مع عدد قليل، وحينما بدر، يعني ترى بدر غزوة بدر مصيرية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله خاطب ربه إن لم تنصر فلن تعبد، وكان عدده قليل، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل النصر بالمدد الغيبي، ولكن طاعة الصحابة الكرام هنا أريد أقولها. اليوم إحنا علينا أن نطيع الرسول حينما نتبعه، الرسول الأسوة والقدوة، وترى مصعبة، لكن إحنا علينا مسألة جدا مهمة دائما أذكرها، علينا أن نغادر يا سيدي منطقة الراحة، هذه منطقة الراحة التي نأوى إليها كثيرا. لماذا؟ لأن إحنا ما نريد نكون نتعب نفسنا ونتعرض نواجه المواجهة والمشاكل وإدارة الأزمات، هذه ما راح تنتج مجتمع جديد، ما راح تطور المجتمع. الحسين عليه السلام حينما خرج من مكة إلى كربلاء، وتعرف اللي نصح كثيرا حفيد يعني حسين مني وأنا من حسين، نصح كثيرا أن لا يذهب، وكان باستطاعته، لأن سلام الله على الإمام الحسين رجل غني، ولكن لا يمكن أن يترككم مجدة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، طبقها. فلذلك أنتج كربلاء اللي عايش رسول الله، أنتج الإنسان الذي نحن نحتاجه. هذه يا سيدي أنا أعيدها حتى أختصر وأنا طلت الكلام، كما أن القرآن حاضر بين أيدينا، لكن القرآن ليس فقط للعبادة وليس فقط للأجر وليس فقط قضية عاطفية عندنا، يؤسس لبناء حياة، يؤسس لبناء حياة أكيد. وبناء الإنسان الذي هو محور الكون، أتحسب أنك جرم صغير فيك أن طوى العالم الأكبر؟ فهكذا رسالة الأنبياء ومنهم خاتم الأنبياء الذي نحتفي فيه اليوم، نحتفي بقيم محمد قبل أن نحتفي بشخصية محمد وإن كانت مرغوبة. يشير النص القرآني إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وداعينا إلى الله وسراجا منيرا، السراج المنير. هذا النص الذي يعني في ضمائره يعني كأنه تعامل بمنطق واحد مع الله عز وجل ورسول، لتؤمنوا بالله ورسوله، لاحظ دكتور، وتعزروه من؟ وتوقروه من؟ وتسبحوه. نعم، يعني هذا الضمير الهاء الذي يعود، هل يعود على الله؟ يعود على الرسول؟ يعني وحدة الخطاب كأنه المنبع واحد. يعني كيف تقرأ هذا الخطاب القرآني في رسم شخصية النبي؟ سأعود إليك جناب الدكتور. دكتور العقيلي حياك الله من جديد، وتوقفنا عند ما يعني جاد به قلمك من نتائج توصلت إليها في بحثك الخاص عن النبي، في رسم صورة النبي وسمة النبي. نعم، في الحقيقة عندما نعمد إلى عملية استقراء القرآن الكريم نجد هناك كثير من الإشارات القرآنية التي يمكن أن نقف عليها من أجل استنطاق هذا النص القرآني المقدس للوقوف على مضامين وإشارات السيرة النبوية المباركة من الرؤية القرآنية. وأعتقد بأنه لو بدأنا بهذا الاستقراء بأبعاده المختلفة وبإشاراته المختلفة ومساراته المختلفة، نستطيع أن نحصر بأنه السيرة النبوية العطرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله قرآنيا قد ابتدأت منذ الولادة، وأقصد بالولادة ليست هذه الولادة المادية التي نحن مررنا بها ومر بها الجميع، وهو ولادة الإنسان من أبوين وخروجه إلى هذا الوجود البشري، وإنما أقصد تلك الولادة الأخرى وهي الولادة النورانية، الولادة المقدسة، الولادة الأشباحية إن صح التعبير. وأعتقد بأنه النص الذي أشرت إليه وهو نص العالم الذر الذي أشرت إليه وهو ما تشير إليه الآية كما أتذكر 176
175-176 من سورة الأعراف، وهو الوجود المعنوي والوجود النوراني للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه الولادة المقدسة نحن عندما نبحث عنها ونبحث عن إسقاطاتها النصية في السيرة النبوية وفي الحديث النبوي والذي كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أشار إليه فضلا عن أهل البيت عليهم السلام، وهذه الإشارة تثبت لنا بأنه هناك وجودا نورانيا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا يدل دلالة واضحة بأبعادها الأخلاقية وأبعادها الفكرية وأبعادها العقدية بأنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان له وجودا نورانيا ووجودا اختياريا لله سبحانه وتعالى قبل هذا الوجود المادي. وهذا يثبت لنا بأنه من الناحية العقدية يثبت لنا قدسية النبي ويثبت لنا عصمة النبي، على اعتبار أنك خلافا في المدارس الفكرية والمدارس العقدية في ما بين المسلمين على حقيقة عصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هل كان معصوما قبل الولادة أو بعد الولادة وقبل الرسالة وقبل البعثة أم لا. هذه الإشكالية تثبتها لنا عندما نقف مع شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من هذه الناحية، وامتدادا منذ هذا الوجود إلى استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وما بين هذه المرحلة وتلك المرحلة نقف ما بين هذه المضامين وما بين هذه الإشارات وهذه المقامات، نقف كثير من الحقائق التي أشار إليها النص القرآني حتى قضية الولادة. الولادة من حيث الاسم ومن حيث الصفات، على اعتبار بأنه القرآن الكريم عندما نعمد إلى عملية استقرائه أشار إلى الكثير من الصفات النبوية، وأنا بدأت بعملية جرد هذه الآية أوصلت إلى أكثر من 50 صفة للنبي القرآن للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم. النبي القرآن معذرة تعاطى مع هذه الصفات على نحو الأسماء، وهي في الحقيقة صفات وليست أسماء. هذه الصفات بإسقاطاتها في السيرة النبوية نستطيع من خلالها أن نصحح كثير من المسارات، بل حتى الجانب الفكري والجانب العقدي في معرفة حقيقة أمية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هناك على اعتبار بأنه خلافا تاريخيا وخلافا عقاديا على حقيقة أمية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما المراد به هذه الأمية؟ هل كان المقصود بهذه الأمية هي أمية الجهل بالقراءة والكتابة؟ فإذا قلنا بذلك كيف يشير القرآن الكريم إلى الحقيقة وفلسفة بعثة النبي ليعلمهم ويزكيهم؟ وأعتقد إذا أخذنا ذلك الرأي المشهور القائل بأنه النبي الأكرم كان لا يعرف القراءة والكتابة، أعتقد بأن هناك نوع من أنواع الظن لحقيقة هذه الإشارات، وأعتقد بأنه الإشارات كثيرة في هذا المنوال. في الحقيقة أنا قدمت قبل هذه الإجابة في الفاصل السابق وما قبل الفاصل بأنه هناك كثير من الحقائق لهذه الشخصية النبوية، ونحن عندما نريد أن نرسم شخصية النبي الكريم قرآنيا أعتقد بأنه نستطيع أن نخرج بسيرة نبوية بإطارها العام بأدبياتها العامة بأسسها العامة. من خلال هذه الأسس وهذه الأطر العامة نستطيع أن نصحح مسارات الإسقاطات التاريخية التي كتبت ونقف عليها نحن كثيرا ونقرأها ونتعاطى معها في مصادر السيرة ومصادر التاريخ ومصادر الطبقات ومصادر السنن ومصادر المسانيد وغيرها. إذن نحن مدعوون في الحقيقة إلى هذه الدعوة المباركة من أجل الرجوع إلى القرآن الكريم، وأعتقد بأنه المفتاح الحقيقي لفهم هذه السيرة المباركة وهذه السيرة العطرة لنبي الإنسانية ونبي الرحمة ونبي الأخلاق ونبي الاتزان الفكري، على اعتبار بأن هناك بعض الإشارات من المؤسف أن نقول بأنه في بعض المصادر كالبخاري على سبيل المثال الذي يرسم لنا صورة الشخصية غير متزنة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والذي يعمد إلى محاولة الانتحار أكثر من مرة على اعتبار انقطع عنه الوحي. هذه الأدبيات من المؤسف جدا نحن تمسكنا بسيرة النبي من مصادر السيرة ومصادر التاريخ وتركنا بل هجرنا القرآن الكريم لنقف عليه ونقف على حقيقته. نحن عندما أنا برأيي الشخصي عندما نقف معه وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الإشارة وهذه الآية الكريمة نزلت في مكة ونزلت في أوائل الآيات في المرحلة المكية. أنا عندما أضع هذا الأساس وهذه الآية المباركة أضعها أسا قرآنيا شريفا إلهيا يريد لنا أن يصحح لنا كثير من المسارات وكثير من الإشكالات التي جاءت فيما بعد
وأعتقد هذا استشرافا وعلما إلهيا بالغيب من أجل تصحيح سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، سواء كان في أبعاده التعبوية والعملية التي كانت في المرحلة المكية أو المرحلة المدنية. وأعتقد بأنه عندما نقف أنا وأنت على كثير من الإشارات في هذه السيرة المباركة، نجد ابن الجوزي على سبيل المثال ألف لنا كتابا تحت عنوان الموضوعات، وأعتقد بأنه كثير من الباحثين وكثير من الدارسين، وأنا لي كتاب أيضا في هذا المسار النبوي الموضوعات في السيرة النبوية، أيضا نجد كثير من المشاكل الأساسية. إذن أعود لأقول بأنه المفتاح الحقيقي والمفتاح الأساسي لفهم حقيقة السيرة المحمدية بما هي سيرة ناصعة، بما هي سيرة حقيقية، بما هي سيرة رسمتها السماء بكتابها الكتبي إن صح التعبير. حتى هذه الإشارات التي نحن عندما نقف عليها في التاريخ، قضية الوحي ونزول الوحي وقضية الغار، نجد في سورة في كثير من الإشارات القرآنية، وأعتقد سورة التكوير والنجم، نعم سورة النجم والتكوير، عندما نقف عليها نقف على حقيقة الأبعاد العقدية والأبعاد الرسالية لشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في قضية الإسراء وفي قضية المعراج وفي أيضا في قضية اللقاء الإلهي الذي كان حقيقة كان لقاء سماويا. أول لقاء كان للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لم يكن لقاء أرضيا وإنما كان لقاء سماويا أرضيا، أعني بأنه النبي رآه في السماء أول لقاء. وأعتقد بأن هناك بعض الإشارات في القرآن الكريم تثبت هذه الإشارة. أما ما كتب في البخاري ومسلم والطبري وغيره وغيره من المصادر، ومن المؤسف جدا حتى هذه الإسقاطات وهذه الانعكاسات المصدرية في مصادر إخواننا أهل السنة والجماعة، قد كان لها انعكاسات في مصادرنا نحن أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حول ذلك اللقاء الذي كان في غار حراء وذلك اللقاء المعروف. ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل على اعتبار بأنه هذه الإشارات هي إشارات واضحة في أذهان الضيوف وأذهان السادة المشاهدين. دكتور، إذا يعني إذا أردنا أن نضع يعني نصيحة للمتلقي، يعني التدرج المعرفي في استيعاب وإدراك السيرة النبوية، يعني نصيحتك لمن يتلقانا الآن، يعني ما المصادر التي ينبغي أن يستند إليها في أن يضع له تدرجا معرفيا لقراءة الشخصية النبوية، لقراءة السيرة النبوية وما يحيط به هذه السيرة النبوية؟ بالتأكيد أنا كما قلت ونوهت قبل قليل بأنه لمعرفة الحقيقة المحمدية السيرة المحمدية علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم. ومن المؤسف جدا أن أقول بأنه التعاطي للباحثين والدارسين لشخصية النبي من خلال القرآن الكريم قليل جدا، وربما هناك بعض الإشارات لا تتجاوز، لا أريد أن أعطي رقما ربما يكون هذا الرقم ليس دقيقا أو صحيحا. إذن المفتاح الأساسي لمعرفة حقيقة السيرة هو القرآن الكريم. نعم لدينا كثير من المصادر ولدينا كثير من الدراسات، على اعتبار بأنه أنا لي كتاب أيضا في هذا المجال وهو دروس من السيرة النبوية في صدد إعدادي ليكون منهجا دراسيا في بعض الحوزات الأكاديمية والمؤسسات الحوزوية الأكاديمية التي تجمع ما بين الأمرين، وهو أرسل إلى تلك الجهة. رسمت في المبحث الأول رسمت إلى المصدرية، مصدرية السيرة النبوية من الناحية التاريخية، على اعتبار بأنه أنت تعرف ويعرف الجميع بأنه السيرة النبوية واجهت إجحافا وواجهت تهميشا وواجهت إقصاء من ناحية التدوين، التدوين الكتبي والتدوين أيضا الشفاهي النقلي من في المرحلة ما بعد استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأقصد في ذلك في عهد الخلافة الراشدة. بدأ عملية التحول في قضية التدوين في زمن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المرحلة التي وصلتنا الكثير من خلالها. طيب، يعني أنا قصدت أن يعني السبيل لقراءة السيرة قراءة يعني مقبولة ومنسجمة مع المراد الإلهي، ينبغي أن نضع لأنفسنا يعني تصورا قرآنيا عن هذه الشخصية، ثم ننتقل إلى قراءة المصادر الأخرى التاريخية. هذا في دائرة لعله من هو متخصص أو قريب للجنبة المعرفية بنحو مقبول، لكن حينما نتحدث عن المتلقي العام، يعني أنا أقصد يعني ماذا تنصح المتلقي العام؟ أي المصادر التي يمكن أن تكون مقبولة إلى حد كبير في قراءة السيرة النبوية باختصار جناب الدكتور؟
في الحقيقة بأنه المتلقي العام والقارئ العام لا يمكن أنا لا يمكن بأنه أن أضع كتابا تشخيصيا واحدا يرجع إليه هذا القارئ، على اعتبار بأنه أنا أختلف كثيرا مع كثير من الباحثين، حتى الذين كتبوا في القرآن والسنة أختلف معهم كثيرا، فلذلك أعتذر عن تحديد كتاب معين، ولكن أنصح القارئ بأنه يكون على حذر ويكون على معرفة جيدة إن صح التعبير لكي يخوض في هذه المخاضعات، على اعتبار بأنه حتى الذين كتبوا في سيرة النبوية من الباحثين قد وقعوا في كثير من الأخطاء لأنهم تركوا الجانب القرآني والأسس القرآنية التي أشارت إليها الآيات، التي تعتبر هي مسارات تصحيحية للسيرة النبوية اللفظية والعملية لسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن السبيل الأنجع لمن يتلقن الآن أن ينتهج النهج القرآني، يعني يحاول أن يلج إلى القرآن الكريم ويحاول أن يفهم كيف طرح القرآن الكريم هذه الشخصية العظيمة، شخصية النبي الأعظم، من دائرة الخلق والمعرفة والسلوك والمقامات الإلهية يعني في دائرة الإسراء والمعراج وغيرها، ثم ينتقل إلى أن يقال يعني في الحقيقة كتبه يعني مرتضى العاملي رحمة الله عليه كتب الصحيح من السيرة النبوية، ولكن كتب بخمس وثلاثين مجلدا كتب الصحيح من السيرة النبوية. هذه أعتقد بأنه تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد لكي يخرج مؤلفا واحدا، ولكن هذه أيضا حتى المؤلف الواحد ربما نختلف من لكل قارئ قراءة ولكل قارئ منهج ولكل منهج معطيات وأدوات ربما يختلف مع الآخر. فلذلك أنا دائما أقول بأنه القرآن الكريم والقراءة النصية لحقيقة القرآن الكريم، وهذه ربما دعوة بأنه أن نرجع إلى القرآن الكريم ونكتب سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قرآنيا من خلال القرآن الكريم. أحسنتم جناب الدكتور. أنتقل في الاستوديو. قبل ذلك يعني أود التنبيه، يعني وردنا يعني من رئاسة الوزراء توجيه بإعلان الحداد لمدة 3 أيام على أثر ما حدث من حادثة حريق الحمدانية. أعود لضيفي في الاستوديو جناب الشيخ الحسناوي. الحديث عن البعد العقدي في استنطاق النص القرآني في زاوية قراءتنا لشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يقول القرآن الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. دائرة النصرة والإيمان بالنبي من قبل أخذ الميثاق على النبيين، يعني كيف أفهم ذلك؟ كيف أوجه ذلك؟ طبعا من هنا القرآن الكريم يبين لنا أن خارطة النصرة في قضية ميثاق النبيين هو هذا إلزام ومبرم من قبل السماء إلى الأمة لكي يكون النبي صلى الله عليه وآله كما يقول القرآن الكريم: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبالتالي أن هذه المنظومة وفي هذا النص القرآني الذي سألتمونا به هو يشير لنا إلى أنه أن نضع لأنفسنا خارطة طريق لهذا الميثاق، علي أن نكون أن نتمسك بالصراط المستقيم الذي أمرنا به القرآن الكريم، وهو النبي وآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين، سواء على مستوى السلوك، سواء على مستوى الأوامر والنواهي، سواء على إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء على تغيير الواقع الفاسد، سواء على مستوى الأسوة الحسنة، سواء على أنظمة الأخلاق، كلها تجتمع بهذا الميثاق. حتى على مستوى السياسة جناب الدكتور أشار مثلا قضية أنه لا نكتفي فقط أنه نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله ما وردنا مثلا من بعض الكتاب مثلا المعاصرين. مثلا يوجد كتاب مثلا حقيقة ويعرفه جناب الدكتور هو لآية الله الشيخ محمد اليعقوبي: الأسوة الحسنة للقادة والمصلحين. فيه نص هذه الآية القرآنية حول ميثاق النبي، يقول: هذا الميثاق الذي يتصدى إلى قيادة المسؤولية عليه أن يستنطق سيرة النبي صلى الله عليه وآله وإسقاط ما أراده النبي صلى الله عليه وآله لهذه الأمة، ليست الأمة فقط على في المجتمع الجاهلي، لا، وإنما الأمة الحاضرة الآن. إذا أردنا فعلا اتباع النبي صلى الله عليه وآله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالطاعة بالالتزام بهذا الميثاق، الله ثم الرسول. فبالتالي
أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يأتي إلى الأمة بطلبات وبأوامر صعبة وأوامر ولائية، وإنما هي أوامر إلهية سماوية من القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم نزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله تارة دفعة واحدة وتارة دفعات متساوية أو متعددة بقراءات متعددة، كما يصف السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه حينما عنون أحد كتبه أئمة أهل البيت تعدد أدوار وحدة هدف. النبي كان تعدد أدوار في حياته الشريفة، مشروع 23 سنة، ليس فقط بالشكل الهين، وإنما هناك مجاهدة إلى النفس وهناك مداومة معنوية إلى الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما يريد أن يأمر الأمة بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بأداء الواجب، نراه يأمر علي عليه السلام بإحراق بيوت المسلمين، ويقول له يا رسول الله إنك رحمة للعالمين، ويذكره بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا نعرف أنه قيمة النبي صلى الله عليه وآله وما أراده من الأمة، بل ما أرادته السماء عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. لذلك من هنا إذا أردنا أن نعرف قيمة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعرفون حقيقة النبي صلى الله عليه وآله. لا أقول لأنها حقيقة مبهمة وحقيقة غير وجدانية في عالم الوجود، لا، النبي في عالم الوجود وعالم الإمكان هو موجود ومترجم على مستوى السلوك وعلى مستوى المعرفة. لذلك حديث المعرفة حينما يخاطب علي عليه السلام يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، فهذه المعرفة تكمن أنه ليس فقط على مستوى الشخص، لا، وإنما على مستوى سلوكيات إلى الأمة، وهذا هي رسالة إلى الأمة حديث المعرفة. فبالتالي أنه من المضامين جناب الشيخ الحسناوي، يعني هناك مثلا يعني مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يأمر الأمة يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في تفسير العياشي، يقول إن هذا القرآن هو دستور المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله ترجمه إلى الأمة على مستوى الإسقاطات الاجتماعية والإسقاطات العملية والإسقاطات حتى المعنوية. لذلك أمير المؤمنين حينما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبيبا دوارا بطبه، لم تأتي هذه الرواية وهذه الكلمة من فراغ، وإنما فعلا كان النبي صلى الله عليه وآله يشخص أمراض الأمة القضية على مستوى العملية حتى على مستوى القادة والمصلحين. تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وآله، وخاصة أمير المؤمنين وسلمان وعمار والمقداد والنتيهان وأبي ذر، هؤلاء عندما تصدوا إلى قيادة الأمة لم يتصدوا من موقعية فراغ، وإنما من موقعية التلميذ بالمرشد وبالأستاذ والمربي والمعلم. طيب دعني أقف عند جملة من المضامين التربوية التي وردت على لسان النبي الأعظم لسان المبارك الشريف صلى الله عليه وآله، وأحاول أن يعني أخذ المحاور المرتبطة بالجانب الاجتماعي وطبيعة التعامل مع الآخر. حينما يشير النبي رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس من غير ترك حق، يعني كيف تقرأ هذه العتبة النصية، وهذا حينما يتحدث النبي أنه رأس العقل ويصور لنا القضية بمشهد حسي تشبيه رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس من غير ترك حق. سأعود لك يا جناب الشيخ. دكتور صفاء، الحديث عن دائرة الأثر النبوي والانتقال بالنبي في البعد اللغوي، حينما القرآن الكريم يشير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، يعني كيف لي أن أفهم يعني هذا الانتقال اللغوي في استعمال الضمائر، ما الضامر الدلالي في هذا النص والنصوص الأخرى التي أشرت إليها في حديثك؟ طبعا في بدء لا بد من كلمة تعزية إلى أحبتنا في قضاء الحمدانية على حادثة الحريق، ونسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء التام للجرحى، وهذا من باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله.
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تعدى له سار الجسد بالسهر والحمى. الحديث يعني الأول الآية الكريمة التي ذكرتها إن الانتقال في الخطاب من في هنا ضمير الغائب من الله سبحانه وتعالى إلى النبي أو بالعكس، هذا يدل على وحدة الخطاب ووحدة الاتباع ووحدة التعاليم الدينية اللي الله سبحانه وتعالى أرادها حينما يبلغها على لسان الرسول صلى الله عليه وآله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. القضية أن الله سبحانه وتعالى جعل من الرسول صلى الله عليه وآله هو القائد والخليفة الذي أراده كما أراد آدم عليه السلام في هذه المهمة البشرية الكبيرة. نعم. التي أرادها للبشرية التي أراد أن يصلح الإنسان فيها. قضية انتقال الخطاب تكون كما ذكرت في القضايا التفسيرية أو اللغوية، يذهب يعني المفسرون إلى أقوال، أحيانا يذهبون بالخطاب إلى الله سبحانه وتعالى الهاء هنا، وأحيانا تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لا ضير اجتماعيا سيدي جل. كلاهما لا ضير، هو هذا التقل، لا ضير أن يكون لكلاهما في هذه النسبة. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بالضبط، يد الله فوق أيديهم. إذن هنا القضية تكون أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو ممثل السماء. نعم. كما بقية الأنبياء ممثل السماء، يعني الله سبحانه وتعالى حينما أتى بهذه الشخصية الإنسانية المطهرة الخالية من العيوب، إنما هي صورة للتجليات الإلهية التي أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان. القضية هنا الإنسان كما تعرف حينما يخلق تكون هناك منازعتين له، أولا اتصاله بالسماء، وهذا ما يرتبط بالملائكة، لأن الملائكة كما تعرف يا سيدي بعيدين عن الغريزة، بعيدين عن النوازع التي نعشها. وهنا رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق من هذه القضية المهمة حينما كان صفات القائد التي أردنا أن نكملها قبل قليل أنه تهذيب الغرائز وعند أتباعه، ولهذا خلق القائد. والأخرى القضية الارتباط في الجنبة الجسدية الأرضية. رسول الله صلى الله عليه وآله هو إنسان حال من حال أي إنسان، يعني ما فيهم المتحدثون ولا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. يعني دائرة الوحي والمدد إذن الإلهي. إذن هنا قال حينما كان يوحى إليه هنا أكد عنوان ارتباطه بالسماء، أكد عنوان الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا التأكيد الذي أتى وفي كثير من الآيات القرآنية، يعني حينما نذكرها ومجال يطول، ولكن نريد أن نقول قضية واحدة، إن الله سبحانه وتعالى هذا الاصطفاء الذي اختاره لرسول الله سبحانه وتعالى عفوا صلى الله عليه وآله، هذا الاصطفاء مقصود، والله سبحانه وتعالى دائما يصطفي رسله. يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ثم يأتي إلى أهل البيت عليهم السلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاي قضية الاختيار الإلهي التي موجودة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقدم الاختيار الإلهي، وأيضا هناك اختيار بشري، ولكن أيهما إلا نسأل أي إنسان عاقل حينما تكون القضية من الله سبحانه وتعالى ومن السماء وبما يعطي محبة الإنسان لأخيه الإنسان وبما ينفع الناس، أكيد هذه مسألة تبتعد عن الإنسان، لأن الإنسان بصراحة بما فيه متكلم، كل إنسان عنده حاجات، أحيانا نقدم أنفسنا على غيرنا. ولذا هذا حينما نرجع إلى الآية، وكذلك حينما قل يا أيها الرسل أن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا، يعني هاي القضية إن الله سبحانه وتعالى هناك محبة لرسوله، وهذه المحبة انتقلت إلى الناس لكي يضمن هذا الولاء حينما قال لتعزروه وتنصروه، لأن الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله كما ذكرنا قبل قليل يرسم الاستراتيجيات العامة ويترك الاختيار، ومن ثم هذا النصرة والتعزير لا يأتي إلا بعد أن يكون هناك مسألة جدا مهمة هي الولاء التي يحتاجها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبها انتقل من مجتمع الجاهلية إلى المجتمع الإنسان الراقي الذي أسسه في المدينة المنورة والذي كان قدوة ولما يزل، ونتمنى العودة إلى ذلك المجتمع الذي خلقه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن تكون نحن من ننصره في هذا الزمان. ننصره بنصرة المبادئ التي سار عليها وليس بلقلقة اللسان يا سيدي العزيز. طيب من الخطوات العملية التي يعني يطرحها التاريخ في السلوك النبوي، قضية ترسيخ الهوية الإسلامية على المستوى اللفظي، على المستوى التسمية، يعني مثلا النبي يحاول أن ينتقل من التسميات المنتمية إلى القبلية إلى تسميات بديلة إسلامية، يعني المهاجرين والأنصار في قبال لم يصنف وفقا للتصنيف القبلي، أوس خزرج تميم قريش، لا أنصار، المهاجرون والأنصار. يعني كيف تقرأ هذا البعد في الإجراء العملي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ترسيخ الهوية الإسلامية؟ هاي ارتباط بالله سبحانه وتعالى، حينما هاجر في سبيل الإسلام وهجر إلى الله سبحانه وتعالى،
وحينما نصر لم ينصر محمد القرشي بصراحة كونه من قبيلة معينة، وهو قريش يعني خرج منها هاربا صلى الله عليه وآله ليهرب بدين الله سبحانه وتعالى، لكن نصر لله سبحانه وتعالى، وخصوصا أن الأوس والخزرج تعرف كانت هناك الموروثات القبلية والنزاع بيناتهم قضية يعني مزمنة بين هذين القبليتين الموجودتان في المدينة. فالقضية عنده كان يريد أن يذوب الولاءات الفرعية والجزئية التي بصراحة لا تخدم مشروع الإنسان ولا تخدم الإنسان ولا تخدم الأسرة ولا تخدم المجتمع. وهذا ما نحتاجه الآن. إحنا بصراحة بعد اعتزازنا بكل الخصوصيات والتسميات الموجودة عندنا ونحن مجتمع عشائري خلنا نقول، لكن ما أجمل أن يكون هذا المجتمع القبلي نسخة أخرى من مجتمع الذي خلقه رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة. نعم بقيت القبائل وبقيت الفروع وبقيت التسميات وبقيت الزعمات، هو لم يخلع الزعماء يعني سعد بن عبادة رضوان الله عليه لم يخلعه من زعامة الأنصار من الأوس أو الخزرج والقبيلة الأخرى، لا ذوب في ضمن هذا واحتفظ بمكانته، لكن أعطاه يعني سمة أجمل. وهكذا نحن نحتاج اليوم في القبائل في المجتمعات الفردية حتى في احنا انتماءاتنا الشخصية احنا نحتاج الى هذا الاساس، لان الاساس ان يكون الاسلام هو الخيمة الذي يضم الجميع. احسن دكتور. دكتور العقيلي، يعني ضمن السياق ذاته الحديث عن وثيقة المدينة، يعني اود ان اقف وقفة يعني موجزة، وصفك لهذه الوثيقة وثيقة المدينة والاجراءات والمضامين التربوية والعملية والاجتماعية وفكرة بناء الدولة بمفهومها الحديث، يعني هل كانت حاضرة في الوثيقة التي سطرها النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ بالتأكيد تعتبر وثيقة المدينة صفحة من الصفحات المهمة والأساسية في البرامج العملية والفكرية التطبيقية التي أسس لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله منذ بدايات هجرته إلى يثرب. وأعتقد بأنه من أبرز وأهم الدلالات التي نستكشفها من خلال الأسس التي وضعها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم. معرفة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله معرفة حقيقية ومعرفة أستطيع أن أقول تفصيلية للواقع الذي كان تعيشه مدينة يثرب على مستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى أيضا الثقافي والمستوى الفكري والمستوى العقدي. لذلك جاءت هذه الوثيقة متضامنة ومحاكية لهذه المعرفة النبوية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي كان على اطلاع واضح قبل أن يهاجر النبي الأكرم. وأعتقد بأنه معرفة النبي لهذه الأمور كانت متأتية من خلال علاقة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ليس من خلال تلك المعاهدات التي عقدت ما قبل الهجرة في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وإنما كان للنبي الأكرم علاقات فردية قبل هذه البيعة التي كانت اختلفت في أعدادها بصرف النظر عن الإشارة إلى هذه الأعداد. نحن عندما نأتي إلى هذه الأسس التي أسس لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذه المعادة، نجد بأنه أول تلك الأسس المهمة والأساسية التي أشارت إليها صحيفة المدينة أو وثيقة المدينة على اختلاف التعبيرات التي يتم التداول من خلالها من الباحثين، نجد بأنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أسس إلى الجانب القيادي والجانب الأبرز في هذه الوثيقة، جعل من خلال بنود هذه الوثيقة نجد النبي الأكرم حصر كل مضامين هذه القيادة بيده صلى الله عليه وآله. الجانب الآخر أو الأساس الآخر في هذه الوثيقة، النبي الأكرم أسس لجانب آخر تمثل في قضية الدفاع والدفاع التضامني ما بين جميع الأطياف، على اعتبار بأنه لدينا الأوس ولدينا الأنصار ولدينا أيضا اليهود بقبائلهم المختلفة التي مثلت في قبيلة قينقاع وبني النضير وغيرهم من القبائل الأخرى. أيضا كذلك لدينا الجانب المهم والأساسي الذي أراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، جعل من الدين المضمون الأساسي، جعل من الأخوة المضمون الأساسي، بنى جانب مهم وأساسي وهو المعرفة، معرفة الأخوة بديلة عن المعرفة الأخرى والتي متجذرة ومعروفة والتي متمثلة في الجانب القبلي. هذه الأسس الثلاثة، القيادة النبوية، الخليط المتجانس، الإشاعة لمضامين أخرى من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذه الوثيقة، كلها كانت منسجمة انسجاما كامل من أجل خلق نوع من أنواع التعايش السلمي والتعايش الفكري والتعايش الأخلاقي والتعايش التربوي، لأنه النبي كان يعرف الخلافات التي كانت موجودة ما بين الأوس والخزرج
وإن كان مؤدى هؤلاء قبيلة واحدة وكانوا من أصولهم يمنية وكان جدهم واحد، ولكن الخلافات كانت موجودة. وهذه الوثيقة ما جاءت إلا لتحلحل هذه الإشكالية. أيضا من جانب آخر كان هناك نوع من أنواع الصراع الاقتصادي والصراع الاجتماعي ما بين الأوس والخزرج من جانب، وأيضا اليهود من جانب آخر، على اعتبار بأنه اليهود على طول الخط كانوا يفكرون بالجانب الاقتصادي، بالجانب الرأسمالي، بالجانب القوة، بجانب الزعامة إن صح التعبير، وهذا دون شك يخلق نوع من أنواع المشاكل. وأعتقد بأنه عندما نرجع إلى المصادر التاريخية نجد هناك بعض الخلافات التي كانت ما بين الأوس والخزرج من جهة وما بين اليهود من جهة أخرى. فلذلك نجد هذه الوثيقة كانت في الصميم وكانت من ضمن المشاريع المهمة والمشاريع الأساسية التي جاءت. نعم أحسن دكتور. متزامنة مع إصلاحات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التي كانت ما بعد نظام الأخوة أو نظام المواخاة ونظام بناء المسجد النبوي الشريف. أحسنتم دكتور. جناب الشيخ الحسناوي، يعني فضاء من الفضاءات العملية التي كانت حاضرة في تأصيل هذه الوثيقة، نجد النبي يعني يؤطر لنا في عتبة نصية أنه رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس من غير ترك حق. نعم. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مناجات العارفين وهو يترجمها لنا حول قضية أنه نتبع النبي صلى الله عليه وآله اتباعا على مستوى المعرفة والعقل، يقول وعجزت العقول عن إدراك كنه معرفته. فمعرفة النبي صلى الله عليه وآله، قيمة النبي، أهداف النبي باتباعنا بما ترجمه لنا صلى الله عليه وآله. هذه المناجات هي إشارة لله عز وجل. أكيد طبعا. وبالتالي أن النبي صلى الله عليه وآله ترجم لنا، مثلا جنابكم أشرتم إلى وثيقة المدينة، إلى مثلا إنسانية أمير المؤمنين، الناس صنفان أما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق، ورسالة الحقوق الإمام السجاد عليه السلام، كلها هذه هي دساتير إلى الأمة حتى الأمة تعرف مديات ما أراده القرآن والعترة. يعني النبي هو سيد العترة صلى الله عليه وآله، بالتالي أنه ممكن أنه الأمة تتقدم خطوات. وعندما استقر النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة بعدما ضحى بها مكة مؤقتا، ماذا قال القرآن الكريم في آية 53 في سورة آل عمران؟ ربنا آمنا بما أنزلت، أي أنزل من السماء، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حتى في آية المحاججة والحادثة معروفة في حادثة المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، المعرفة، العلم، العقل، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لمن لا يريد معرفة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه قريش وجبابرة قريش أرادوا محو النبي صلى الله عليه وآله في عالم الوجود، ولكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يتم نوره، أي نور النبي صلى الله عليه وآله ولو كره الكفر. باختصار جناب الشيخ، يعني ضابطة الاتزان في قضية مداراة الناس بطريقة لا تخرجني عن الخط المستقيم. يعني النبي حينما يشير رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، وتعلم يعني الحديث فيه يعني فيه بعد كبير، يعني أولويات، فيه أولويات كبيرة، رأس العقل بعد مداراة الناس من غير ترك حق. الضابطة في أن أكون ضمن هذا السياق، فيه سر عزيزي دكتور هذا الحديث، لأنه هذا السياق متعدد الاتجاهات. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يترجمه لنا أنه مداراة الناس، أي أن لا نحمل الناس على أكثر من طاقاتهم ومستوياتهم، لأننا نعلم سيدي الكريم أن الناس مستويات، فيه الغني والفقير والأكاديمي، ينبغي أن يكون التعاطي معهم خاضع لهذا التشخيص. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن أولى الناس بإبراهيم، بشيخ التوحيد، للذين اتبعوه، هذا النبي والذين آمنوا والله أحسنتم جناب الشيخ. فهذا هو التشخيص
التشخيص والعلاج المناسب لجانب العقل والمعرفة والعلم. دكتور صفاء أبرهان، يعني في دقيقتين، ما الواجب الذي على عاتقنا تجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ طبعا الواجب علينا أولا أنه قدوة، نكون أنه قدوة صلى الله عليه وآله، قدوة عملية وليس عاطفية. نحن اليوم حينما نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله الشخصية التاريخية، لكن نحن نحتاج إلى محمد الشخصية القيادية. وممكن أن يتجدد محمد صلى الله عليه وآله بأفكاره وسلوكه وبقيمه بعدد من أتباعه سلام الله عليه، وذلك حينما نتخذه منهجا. رسول الله صلى الله عليه وآله أتى على مجتمع مليء بالأزمات، مليء بالمعضلات، مليء بالصراعات التي لا تطاق، ولكن استطاع بكل ما يملك، بكل ما دعمه الله سبحانه وتعالى، استطاع بنواياه الصادقة أن يحل هذه الأزمات وأن يدير الأزمات مرة أخرى، وأن ينتقل بالمجتمع من غابة حقيقة، سواء كان في المدينة أو سواء كان في مكة. هذه الصراعات القبلية والصراعات الاقتصادية والصراعات الاجتماعية والصراعات الطبقية، استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذي تذويب تام لها. وهكذا نحن نحتاج كل المجتمعات، سواء في العراق أو سواء خارج العراق وسواء في كل مجتمعات إنسانية، أن نقتفي أثر هذا الرسول. يا سيدي، في الصين، هذه الدولة العظمى، الدول العظمى خمسة ومنها الصين، إلى هذه اللحظة التي نتكلم فيها قدوتهم هو الحكيم كونفوشيوس. فما هو قدر كونفوشيوس أمام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نعم جناب، هذا ما نحتاجه. أحسنتم، شكرا جزيلا جناب الدكتور صفاء أبرهان الباحث والأكاد. شكرا جزيلا لك. كذلك أوصل الشكر للشيخ أحمد الحسناوي الأستاذ في الحوزة العلمية، وكذلك نشكر جناب الدكتور عذراً الوقت، جناب الدكتور ثائر العقيلي من البصرة. شكرا جزيلا جناب الدكتور. ومشاهدينا الأكارم، يعني بعد أن أنوه كذلك يعني بما وردنا من إعلان الحداد لثلاثة أيام على إثر حادثة حريق الحمدانية من رئاسة الوزراء، يعني أستثمر هذه بحديث لرسول الله صلى الله عليه، أختم به، جاء فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.